والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هو من فترة كده كنت بسمع يعني أفلام أو حاجات فيها شرك بالله، هل يعني اللي بيشاهدها أو كده بيكفر؟ خلاص، توب إلى الله واستغفره ولا تعود، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طب يعني بيكفر أو كده اللي بيشاهدها من... استغفر الله، استغفر الله. عندنا شيء اسمه العذر بالجهل، فأنت معذور بجهلك. استغفر الله ولا تعود. مرحبا يا فضل الشيخ مختار ابن حسين، بارك الله فيكم وفيك بارك يا أم أسماء، وأنت يا سعاد بنت عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندك تشويش في الخط. تمام، اتحرك كده. تمام، سامعني كده؟ تمام الحمد لله. يا ربي يهديك يا رب. والله هو السؤال هنا مش فتوى، ولكن هو طلب شخصي من حضرتك، ربنا يجازيك خير. اتفضل. الله يحفظك. الله يبارك فيك. والله انا اسعى لزوجه صالحه، هل في الامكان حضرتك تدلني على بيت او احد الافاضل يساعدني في البحث؟ زوجه اولى ولا ثانيه؟ انا اعزب، لم اخطب من قبل ولم اتزوج في مقابل العمر الشباب. طيب، كلمني على الهاتف الخاص، خذ رقم الخاص 0 1 5 3. اتواصل مع حضرتك كثيرا ولم يتم الرد. اكتب بس طالب الزوجه، طالب العفاف. طب في رقم اخر مع حضرتك او حد؟ بس هو اذا انت بعت رساله طالب العفاف ان شاء الله اطلبك. خلاص تمام، بس هناك رقم الهاتف. ها؟ 0 1 0 1 5 3 3 3 8 3. معذرة تاني يا شيخنا؟ من أقول العروسة فهمه ضعيف. لا، 0 1 5 3 3 3 8 3. تمام، بارك الله فيك يا سيد محمد وحفظك الله. حفظك الله يا خديجة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. نعم، لازم جدا لو سمحت، ممكن كنت عايز تسأل عن شيخ مزار الكرموني، رأي حضرتك فيه انت؟ هل هذه الصفحة معمولة لرأينا في المشايخ ولا للفتاوى حبيبي؟ انا اسف جدا لو ما عندك مشكلة. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم الرفاعي.
سعد السعيدي يوفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل حضرتك يا عم الشيخ ليا سؤال بس. تفضل. كنت يعني أنا موظف في شركة وبعدين غبت يومين فالمدير بتاعي عمل قرار فصل. فأنا كلمته وقلت له مدام فصلتني كده أنا ليا حقوق عندك زي ما القانون بيقول. مدير الشركة أو صاحبها؟ نعم يا فندم؟ مدير الشركة أم صاحبها؟ لا صاحبها. رجع قال لي لا أنا الحقوق يعني أنا لما كلمته بصيغة يعني رسمية وبعدين قلت له علشان ما أكونش أنا من المتوصفين أو أنت من المتوصفين فدي حقوق وما دام حضرتك ارتضيت بقانون العمل يبقى لازم تديني حقوقي تبع القانون. راح قال لي لا ما دام كده انا قفلت الشركه خلاص. وفعلا النهارده كل الزملاء اتصلوا بيا ان هم اترفدوا انا قفلتها ورفض كل الناس. ففي ناس محملاني بيقولوا لي ان انا اسلوبي هو السبب في رفضهم. فهل انا يعني اقسم على ذلك؟ أنا لا أظن أن صاحب شركة تربح وتكسب يغلق الشركة من أجل تصرف فردي صدر من شخص. لا بد أن يكون درس وضعه دراسة تامة. هو الوضع الشركة شغالة فيه يعني بس احنا ننظر أولا يعني هل اتفضل. السؤال هو يعني أنت لما تعاقدت معه على شيء معين وفى به أم لم يفي به؟ أسف يا شيخ مش سامع. أنت تعاقدت معه على شيء معين سواء أنك تشتغل وتأخذ أجر قدر وكذا كذا أوفى وفى به أم لم يفي به؟ وفى بأي شيء وفى. إذن معنى أنك تتحاكم إلى قانون العمل. قانون العمل هذا خارج الاتفاقيات الشرعية التي بينكما. أيوة تمام. فأنت أظن ظلمت نفسك لما قلت أتحاكم لقانون مكتب العمل وما مكتب العمل. والرجل تعاقد معك تعاقدا معينا. أنا فلان فلان أنت تعمل عندي 5 ساعات ولك راتب 1000 جنيه مثلا. وحصل فعلا في البداية كان التعاقد كده. لدرجة إن أنا ما قدمتش ورق لوقت طويل يعني. خلاص كده هو يعني الاتفاق فقال احنا حضور وانصراف وجهاز بصمة وكده. قلت له أنا شغلي في البرمجيات. فقلت له أنا شغلي عموما أنا بتكلم بصفة عامة إذا كان وفى معك بما اتفق معك عليه فهذا الرجل ما أخلف شيئا ولا خلف أمر الله. كونه مشاك من حقه. الآن المصانع تتضرر كثيرا مع الدولة. مصانع الآن تخسر خسائر فادحة. فهو بيدرس وضعه وقل أنا عايز أصفي 5 من العمالة حتى أستطيع أواصل عملي ما أنا مستطيع أغطي رواتب الموظفين. فأنا في خسارة. فبيفصل بعض العمال. فهو يعني ينتظر أي خلل من واحد يفصله حتى يحافظ على الكيان ككل. فأنت هددته أنك ستغلق. أنا هددته بالشرع يعني. أنا قلت له مش هددته بالشرع، هددته بالباطل بالقانون الوضعي. بالقانون الوضعي لكن أنا قلت له هددته بالقانون الوضعي يعني. اتفقنا على يعني أنت عايز تطبق القانون الوضعي فطبقه برضه في حالتي. قال لي اشتكيني. قلت له عمري ما هشتكيك يعني. راجع نفسك ليس لك حق. ماشي. الله يسلمك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا أنا سمعت حكم شراء بالتقسيط بفيزا المشتريات. حكم الشراء بالتقسيط بفيزا المشتريات. هل ستتأتى عليك فوائد ربوية؟ لا هو الأقل تقسيط بدون فوائد. بدون فوائد لا بأس. لا بأس عادي. أصلا مش معايا فيزا فهخلي واحد تاني تجيب لي يعني. فده عادي. بدون فوائد لا بأس. شكرا.
بارك الله فيك يا علي بن قاسم، وانت شيخ هاني الله يبارك فيك. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد نصار الله يحفظك. بارك الله فيك يا شيخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى معايا؟ ايوه معك يا مصطفى. بص حضرتك، يا في واحده يعني طلقت هي وجوزها، عايزين يبقى الطلاق دون سر من غير ما حد يعرف يعني. لا لا يجوز، لان رب العباد قال واشهدوا ذوي عدل منكم. لا هي اختها بس اللي عارفه، بس مش عايزين الاولاد يعرفوا ولا مثلا الجيران ولا حاجه. يعني تبقى قاعده لازم تشهدوا اثنين، ما قلنا وسعوا ولا اعلنوا الطلاق، بس اشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين يشهدوا. اثنين يشهدوا. طب هو لو احنا شاهدنا من الاهل يعني بس ما في مشكله، اثنين عدول. ربنا قال واشهدوا ذوي عدل منكم، بس شهدوا اي اثنين صالحين طيبين. طيب هو ينفع بقى ان هو يبقى باللفظ بس من غير الكتابه؟ ينفع، بس هرجعك تاني. لا طب هو مثلا لو انا حبيت اعمل مثلا بطاقه او لو قدر الله رجعك، عفوا رجعك تاني ولا ما رجعك؟ لا هو ما رجعهاش، هي عايزه تاخد معاش ابوها. لا هي مش عايز، هي مطلقه رسمي، مطلقه وطلاق خلاص انفصال، والعده خلصت وكل واحد في حاله. لا لازم توثقوا بقى خلاص، ولا انت هترجعوا تاني؟ لا هي مش عايزه ترجع، بس هي عايزه ايه لما بيروح يقدم للعيال وكده مش عايز يظهر ان هي مطلقه، مش عايز يعرفهم يعني. ولو عملت البطاقه لا لا لا. طب كده يحجر عليها انها تتزوج ازاي؟ طيب المفروض عايزه يجي لها عريس. ما هي مش عايزه، هي خلاص هتربي عيال وخلاص، بس هي يعني خلاص. طيب ما هو الان اذا ماتت او مات سيرث منها وترث منه بالباطل، القانون هيفرض عليها. لا ما هي بقى متنازله عن الورث وكده يعني كل حاجه. افهمي كلامي، افهمي كلامي. هي الان شرعا ليس لها ورث ولا اي شيء، عندها اولاد ولا ملاش اولاد؟ عندها اولاد. خلاص يا لها حضانه الاولاد، ولها حضانه الاولاد. إذا من الأد انتهت لها الحضانة وينفق عليها كحاضنة هي وأولادها. هو بيعمل كل حاجة، بس احنا مش هي مش عايزة توثق، هو مش عايزين يعملوا الورق علشان الأولاد ما يعرفوش. أولادها لو عملت إيه؟ هي مطلقة لأن الناس تعرف خلاص، ده هي ليست زوجته. ليست له بزوجة الآن. يعني لازم أن يوثق. يوثق أيوه. طيب ماشي. جزاك الله خير يا ام فهمي عويضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا ابو سمير. نعم بشهد الله. مرحبا ابا سمير. حبك في الله. حبك الله الذي احبتنا فيه. الاخوه والاخوات كل يسال عن ابنتك يا ساره. ما ادري الخطوبه ولا ايه، الله يبارك لك فيها. لكن في اخوات فضليات يسالن عنها. كلمها في مصر تتصل. نعم الحمد لله بخير. يعني حافظ القرآن ولا بدأ يتفلت؟ لا لا الحمد لله بتراجع على طول ومستمر. أعانك الله، أحسن الله إليك كما تحسن إلى بناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. هنيئا لك لما إذا علمت بناتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من التعليقات الطيبة اللطيفة بيقول سارة لماذا لم تعد تخرج؟ فقال لعل أبوها يعني ما هوش فلوس ما أخذ الراتب. بعطيها بعطيها زي ما حضرتك بت... الله يبارك فيك يا حبيبي. نسأل الله أن يبارك في عمرك ويحسن عملك وإياكم أي خدمة رب. مع السلامة. نسأل الله لنا ولك والمتابعين لذة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم آمين ولا فتنة مضلة يا رب. اللهم آمين. بارك الله فيك. أسألك الدعاء يا شيخنا. الله يثبتنا وإياكم. الله يكرمك. اللهم آمين. وإياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يعزك ويبارك فيك. والله حضرتك دلوقتي أنا ربنا من عليا ومعايا كان معايا سيارة. وبعد كده ربنا يسر وشغلتها في شركه. فهل اطلع الزكاه مثلا؟ هل ليها زكاه اطلعه مثلا على ال ليس على السياره التي تؤجر زكاه. معلش زكاه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقه.
تمام. فليس على السيارات المؤجرة، وإن كان عندك 10 سيارات تؤجرها ليس عليها زكاة، إلا أن الدخل إذا اجتمعت منك معك دخول وبلغت النصاب، وبلغت النصاب هذه الدخول وحال عليك الحول تزكى. يعني لا هي مش حال على الحول، لان هي مثلا لا اقول على السيارات، فماي حال على دخلها الحول بعد بلوغ الدخل النصاب. فهمت؟ يعني مثلا لو انا مثلا حوشت فلوسها مثلا وقعد عليها سنه ده طلع منه زكاه. حوشت فلوسها والفلوس كبرت بلغت النصاب. لكن لو انا بصرف منها عادي كده مش عليها الزكاه. ما دام لم تبلغ النصاب ليس عليها زكاه. جزاك الله خير ان شاء الله. وياكم. مرحبا شيخ مصطفى الجهدي، وزارة المدائن، بارك الله فيك أنت مصطفى الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، حضرتك أنا سمعت فتوى حضرتك أمس، كان في حد سأل على أرباح اليوتيوب وقال لك فلترة الإعلانات والكلام ده كلياته. أنا عندي قناة على اليوتيوب بنشر قرآن كريم وكل حاجة، بس مفيش أي إعلان على اليوتيوب بيخلو من المعازف ومثلا بنات شعرهم الإجمالي أفدنا به. إذا كان هناك فساد سينشر فليذهب الفساد وليذهب المال الآتي مع الفساد. هو قال امبارح يا شيخ مصطفى إن في فلترة إعلانات. هو أمس ما تكلم معنا واحد كده، أمس ما أحد سأل هذا السؤال. أيوه أنا شفت الفتوى على اليوتيوب. أيوه على اليوتيوب قديمة، مش على المنشورة من 20 ساعة تقريبا. يعني أنت تقول إنه هو مدلس. ما فيش. بص يا شيخ مصطفى، انا عندي قناه على اليوتيوب فيها 700,000 مشترك وللقران الكريم. انا مش مشغل اعلانات لان انا مريت بالتجربه دي، وما فيش اي اعلان على اليوتيوب بيخلو من المعازف، وين كان يخلو من المعازف لا يخلو من اي مثلا امراه شعرها بره الطرحه، ما فيش حجاب، لبس غير شرعي. خلاص اذا وجد هذا منعنا، بس اجمالي القول. انا اشكرك بعد شكر الله الذي وفقك لان زين الإيمان في قلبك. أنا قلت أبلغ حضرتك برضو. مشكورا. أدت الفتوى دي حجة على تشغيل الأرباح. لا ما الفتوى دايما مقيدة، حيث وجد الفساد ابتعدنا عنه، حيث وجد الخير نحن معه. بارك الله فيك. الله يكرمك، جزاك الله خير. ولك بمثل أخ أحمد ابن أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، أشهد الله أن حبك في الله وضع شكر الصفا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا بتصل عشان أسلم عليك، أنا في المدينة المنورة. الله يسلمك، دعواتك صالحة. أحمد دهشان مع حضرتك. مرحبا أحمد دهشان أبو مريم. أنا مؤاكم صاحبنا على الصفحة. على طول أبو مريم معاكم. من الشرقية يا أحمد؟ نعم؟ أنت من الشرقية؟ مش شرعية، الزقازيق نفسها عند حمد السيد العاصمة يعني. ماشي حاضر. الحكاية مش تبعي خالص يعني. ايه؟ حكاية مش إلها وراك دي مش تبعي خالص. ايه الفراخ والأوراق والبنت. المزلوجات. مش إيه؟ وعلى فكرة أنا بقعد مع الشيخ العطير وبسلم على حضرتك جدا. أبلغه السلام كثيرا، الله يحفظك. وكان نفسه يشوف حضرتك في رمضان اللي فات. إن شاء الله نتشرف بزيارتكم قريبا إن شاء الله. بإذن الله، ده شرف لينا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي يا شيخنا طالب من حضرتك بس نصيحة. اتفضل. أنا طالب يعني زي ما حضرتك عارف لسه الثانوية العامة بادئة، وبحفظ القرآن الحمد لله، وكمان عندي امتحان كمان أسبوعين إن شاء الله في لغة أجنبية. بس حاسس ان الكسل بيتمكن منا يا شيخنا، انا حاليا قاعد بقالي. تعوذ بالله من العجز والكسل، وبالمرة والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كسل تعوذ بالله منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله تعالى. أتصل سمع صوتكم فقط. الله يبارك فيك ويحفظكم. لا تنسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. كان الأخ من شوية بيسأل عن فيزا المشتريات ولم يذكر إن فيه فوائد بعد 50 يوم. هو ما قال إن بالتقسيط بدون فوائد، فنحن نجيب على قدر السؤال الذي وجه إلينا يا شيخنا الله يحفظك. السلام عليكم. هشام مجاهد وحفظك الله، مصطفى العمر وفقك الله. السلام عليكم. يا رب. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل ما حكم قول الحمد لله بلا سبب وبلا طلب؟ الحمد لله بلا سبب. طب ايه رأيك نتبع الورد عن رسول الله أفضل؟ أفضل طبعا، بس أنا بشوفها كتير يعني. خلينا مع الورد في الكتاب والسنة أسلم. جزاك الله خير. بلا سبب الله أهل أن يحمد. أيوه. وإن لم تأتيني في الظاهر يعني أرزاق ولا شيء، لكن الله أهل للحمد. أهل الثناء والمجد. السلام عليكم. مرحبا أستاذ سعد الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. معلش يا شيخ، صحة قصة دعوة النبي إلى الطائف؟ ارفع صوتك. صحة قصة النبي ذهب إلى الطائف وعاد ودعا بدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، سنده ضعيف. طب وقصة دعوة النبي وإن هم ألقوا عليه الحجارة وكده صحيحة دي؟ ليه؟ اللي هو ذهب إلى الطائف وهم هناك طردوا النبي ولم يقبلوا دعوة النبي، دي صحيح؟ هو الإجمال صح، الإجمال اللي ردوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته عائشة يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، كان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني ولم أستفق إلا في قرن الثعالب، فإذا بملك الجبال يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وإن شئت استهنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قال بل أستأني عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. نعم. أيوة عم الشيخ سمعني؟ أسمعك الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب يديك الصحة وإياكم. الله يرضى عنك. أنا شيخ إن شاء الله شغال في مصنع ملابس للمحجبات، ماشي، وبعض الأحيان بيجيلي طلبات إن أنا أقص إدناءات أو خمرات لونها أحمر فاجع أو لونها فيها لون يكون فاجع جامد، فأنا ما بقدرش أقص مثلا. خلاص إذا كان فاجع جامد فاجع بشدة يعني يلفت الأنظار خلاص ما في مشكلة، جزاك الله خير على تصرفك. طب وان اصر ان مثلا انا اقص مفيش حد غيري في الـ في الـ في القص اصر ان انا اقص الخمر ده يا اخي الكريم، يعني يلفت الانظار بشده هذا اللون؟ بيكون نبيتي لونه احمر فاتح خالص. والله اذا كان شايف سينشر الفساد اعتذر من الرجل. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. نعم ماذا عندك؟ نعم انا عندي سؤال الشيخ. سل. انا شاب كنت بصلي والحمد لله كنت ملتزم، بس مع مر الزمان لما جيت انا هسه في هولندا، مقيم في هولندا، بقيت اتأثر من المجتمع اللي انا فيه، مع الأسف خليت الصلاه وما بقيت ملتزم زي زمان، مع أني بحاول عشان أتغرب من ديني بس ما قادر صراحة. أنت أين الآن؟ أنا في هولندا. بئست هولندا، هل تستطيع أن تغادر؟
تبادر هذه البلاد إلى بلاد أهلها أهل صلاح تكون معهم؟ لا أستطيع مع الأسف. لا تستطيع. هل تستطيع أن تنتقل من المدينة إلى قرية فيها ناس يصلون جالية مسلمة؟ أستطيع فعل ذلك، لكن أجد صعوبة في الانتقال. معلش، يعني إذا كان بالإمكان أن تصادق الصالحين هذا يلزمك، لأن الآن أنت تقول دينك يضيع وتترك الصلاة، فهذا يعني حتى ما بقيت أمشي الجمعة لا 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 لا. طب شوف يا أخي، أنت يعني لماذا لا تخرج من هذه القرية الظالمة أهلها؟ أنا تحت القانون ما أقدر أمشي أي مكان، لا أنا بحتاج أمشي، هم اللي بيودون. يعني أنت لاجئ عندهم؟ أيوة. الله يجعل لك فرجا ومخرجا يا رب، لكن قوم نفسك وصلي ولو في مكانك. ارجع صلي زي زمان، ارجع صلي مثلي الآن، اسأل الله الثبات أولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وثانيا اختلط برفقة صالحة. الله يثبتنا وياكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يعني أريد أن أنا شفت رؤية الشيخ أبو إسحاق، وأريد أن أخبرك بها. يعني أخبرني بها على الهاتف الخاص، لأن المقام كما سلف ليس مقام تفسير أحلام. طب الرقم الخاص هي على الصفحة؟ أيوة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الشيخ إيهاب صفا الجوهري، وفقنا الله وإياكم شيخ إيهاب. الشيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. تفضل. ربنا يبارك فيك ورب يحفظك يا رب. يا رب وإياك والسامعين والسماعات. أنا أطلب منك طلب بس، إنك حضرتك تدعي لي بالشفاء بس. الله يعافيك من عنده ويعافي كل مسلم ومسلمة يا رب. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا وإياكم يا رب. حسين عبد الصبور راجع، هل الصبور من أسماء الله الحسنى يا حسين أم لا؟ راجع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعرفك يا شيخ. الحمد لله، تفضل. في مشكلة ما بين زوجتي ومراتي، وأنا اللي محطوط في النص. أمي عايزاني أقف في صفها ضد مراتي، وأنا مش عارف أعمل إيه. كن مع الحق وطيب الخواطر بأسلوب هادئ. ما أنا بطيب الخواطر على قد ما بقدر والله، بس أمي من نوع اللي هي غيورة جدا. لا يعني هل زوجتك ظلمت امك؟ لا، زوجتي بتتعامل باحترام وبادب، بس امي متعصبه شويه، ممكن تغلط فيها تقول لها انت قلت الادب كده. خلاص، صبر زوجتك على سوء الخلق الصادر من امك، وانصح امك بالحسنى، وادع الله بالاصلاح، لن يصلحهما الا الله. مرحبا محمد ابو عماره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا بس سؤال، امبارح كنت خارج البيت انا وزوجتي وصار وقت الصلاه. ايوه. كنا في مطعم فما في مكان مخصص للصلاه. انا قلت لها لزوجتي انه تصلي على القاعد، يعني على الكرسي تتجه اتجاه القبله وتصلي. طيب. الصلاة صحت ولا لا؟ تعاد. لماذا تصلي وهي جالسة وقادرة على القيام؟ لا يوجد مكان للصلاة مخصص. لا 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 لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هنا شيء تقع فيه كثيرات من النسوة. المرأة تظن أنه إذا رآها شخص تصلي أنها تأثم. لا، تجنبي في جانب على جنب وصلي. لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسة مع قدرتك على القيام. النافلة ممكن، لكن نصف أجر القائم.
فلتنتبه الأخوات لذلك وفقهن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بتصل بحضرتك بخصوص، أنا عندي 24 سنة وبيتقدمني عرسان بس مش على دين. طيب. يعني دينهم قليل. ففي عريس دلوقتي متقدمني الحمد لله بيصلي في المسجد وبيصلي في كلها في المسجد ويعني هو أزهري. فانا سالته وانا بساله، فراح قال لي، بساله على الاشاعره، فراح قال لي ان هم بيدافع عنهم، بس هو مش اشاعري، هو بيدافع عنهم. فهل اكمل معاه ولا لا؟ انا ما الزواج به جائز، لكن انا احتاج الكفاءات. امراه تحب الله ورسوله وتحب النصوص تختار شخصا مثلها بس. اسال عنه غيره، اسال عنه جيدا. عنه جيدا. هو بيقول ان هو ما بيوصفوش اليد، يعني هو بيدافع عنه. انا مش عارف هما ذهبوا ايه هذا، لكن عموما اذا كان اشعري الزواج به جائز، لكن اتكلم على مسألة التكافؤ. انت امرأة تحبين الله ورسوله وتوقرين النصوص، ابتعدي وابحثي لك عن شخص اخر. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، عمل شخصيات كرتون، يعني شخصيات ثلاثية الأبعاد، وبخليها تتحرك وتتكلم وكده. في ذوات أرواح، في شيء من مخلوقات الله مثلها بالضبط. الكرتون في الجملة لا بأس بما يجوز مع الكراهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، اتفضل. من فضل حضرتك، كنت بس على نقطة. حاليا انا في حضرتك في مجال الشغل، البرامج عموما، في ناس بتبقى شغالة برامج منزلها بطريقه معمول لها كراك وكده، ومش مش مش مدافعين حقها عشان حقوق الملكيه الفكريه او الموضوع ده يعني. فانا شخصيا يعني ببقى بدفع ثمن البرامج في شغلي، بس حاليا معايا شغل زياده وعايز يعني استعين بحد وكده. فما عندي يعني الشخص اللي انا ممكن احاول ان انا اديله الشغل، ما عنديش يعني علم يقيني اذا كان هو شاري البرامج دي ولا لا. فهل لو انا اديته الشغل وهو خلصه وكان هو بيعمل حاجه، اذا كان في الجمله امين وصالح اعطيه ولا تستفصل؟ يعني عشان اكون صادق، مش متاكد 100% لحد يعني بتواصل معاه الاول. ابحث عن الصالحين. نعم، ابحث عن الصالحين واعمل معهم. طب ولو ده كان صعب يعني؟ والله لو كان صعب مش هقول لك، اساله هو، اساله اذا انت ترى ان فيها اثم. يعني انا يجب علي اساله يعني؟ ما هو انت تقول ليس لا تعرفه، وانت ترى تحريم الصنع الشيء الذي يصنع. فاذا كنت ترى تحريم الشيء الذي يصنع، اساله انت تعمله ولا تعمله. الشيء نفسه حلال، بس هو الفكره ان في ناس بتنزل برامج زي الشريعه. بس اعانكم اغلب الناس. اتقوا الله ما استطعتم. جزاك الله خير يا أبا إسلام الطويقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو في بنت عاصية لأمها وغير برة بيها، وبتجيب مثلا سيرتها بالغلط وبالشتيمة في البلد، والأم تملك أرض. هذه البنت متزوجة أو بدون زوج؟ متزوجة وعندها أولاد وفي حالها يعني. طيب، أما نخلي سنة يطول على أمها ليه؟ لماذا يعني تسجم أمها؟ شايفة إن هي ظلماها مع إن هي خدت منها كتير. طيب، السؤال المطلوب؟ ما أمها تملك أرض زراعية وأرض مباني وكلام من دي، وتقول هي خدت كتير وخدت حقها في أبوها وخدت حقها في البيت وكل حاجة، لكن دي أرض أنا مجددها بفلوسي وحاجتي، عايزة أهدي بها عيالي، تمام؟ الباقيين وما هديهاش منهم، هل يجوز؟ هدايا خفيفة لا بأس. يعني إذا كان للشخص ابن بار وابن عاق، هل يجوز أن يهدي للبار هدية
لا تجحف بالتركة العامة، نعم يجوز. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الحبيب ربنا يبارك في حضرتك. وإياك، تفضل. عايز أعرف من حضرتك منهج السلف الصالح في التعامل مع الحاكم المسلم إذا كان ظالما، يعني إذا كان الحاكم يقود الناس بكتاب الله سنة رسول الله. قطع الخط. ماشي. عموما السمع والطاعة في المعروف اختصارا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم عمل ايه؟ الحمد لله. كيف اخبارك؟ احنا نحكي ولا يا ابني اسأل سؤالك. بقولك يا شو مصطفى، انا في سورة البقرة الحمد لله وبالناس تبع عايزين اخش امام، بس في ناس بعض الناس يقولون ان صلاة الصبي لا تجوز، فما رأيك؟ كم عمرك؟ 11 سنة. هناك من هو احفظ لكتاب الله منك؟ نعم. هناك من هو احفظ لكتاب الله منك؟ لا ساعات ما بيكونش موجود. وساعات بيكون موجود؟ اه. ساعات اللي يكون موجود خليه هو يصلي اكبر واحفظ. تمام. أما إمامة الصبي فإمامة الصبي جائزة. نعم هناك خلاف في ذلك، فالذين يقولون بجواز إمامة الصبي يستدلون بحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه، لأنه كانت بلادهم على طريق، فكان يستمع من المرة القرآن، كان يؤم الناس، وكانت إستو تظهر فيقولون غط، حتى قالت النسوة غطوا عن إست صاحبكم. فهذا الذي استدل به عدد من العلماء، استدل به عدد من العلماء على جواز إمامة الصبي. خلاص. أما المانعون فقالوا إن حديث الرسول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله المخاطب به الرجال، وأجابوا على هذا الحديث بأن النبي لم يرد أنه بلغه ذلك وأقره. عاد الآخرون فقالوا إذا كان الصحابة فعلوا شيئا خطأ كان ينزل فيه قرآن، لأن جابرا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لما ينزل قرآن يمنع العزل قلنا به. أجاب الآخرون بأن قالوا ليست كل حديث يلزم أن ينزل فيها قرآن. هذا الخلاف، فالخلاف قائم في إمامة الصبي للصلاة للمصلين، وإن كنت أختار الجواز لكن لابد أن نثبت الخلاف. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب من فضل الله. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. اسأل. يا سيدنا ربنا في القرآن بيقول وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. نعم. والكل من عند الله، وفي الآية اللي بعديها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله. لا تعارض أبدا. أهل الشرك كانوا يقولون كما أخبر الله عنهم وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي أنت المتسبب فيها، أنت المتسبب فيها، هكذا يصفون الرسول، أنت المتسبب فيها. نعم. فهكذا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم، فالله قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فأنت فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها. يعني هم لن يقولون قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، يعني من يوم ما رأيناك يا محمد وأنت شؤم علينا، هكذا يقولون لرسول الله عليه السلام. فقال الله لهم قل كل من عند الله. تمام.
وبعدها قال ما أصابك يا ابن آدم من حسنة فمن نفسك ومن أصاب وما أصابك عفوا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي أنت المتسبب لنفسك فيا ابن آدم بعصيانك لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تمام. حسن حسن في واحد فاسق يكتب كلاما غير منضبط فأحذف كلام هذا الفاسق أحذف هذا الفاسق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. نعم كان عندي سؤال فضلتك هل المصلي إذا مر أحد الناس بين يديه هل إذا لم يمنع هل عليه إثم أم لا؟ نعم خلاص نعم ليس عليه. تمام كان في سؤال ثاني بعد إذن فضلتك. عفوا نعم يا سيدنا كان في سؤال اصبر علي أجيبك. تفضل يا سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وفي رواية فإن معه القرين. يعني ينبغي أن تمنعه لكن ليس قتال بالسيف يعني تمنعه من المرور إذا كنت اتخذت سترة. نعم نعم لكن إن لم يمنعه هل يأثم؟ إن لم تمنعه لا نقول تأثم أمر الرسول كده فليمنعه. يعني هل مثلا إذا بنيناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت أم سلمة ومرت زينب وعمر ابن أبي سلمة أين الحديث هذا؟ أين سنده؟ نعم أين سنده؟ والله لا أتذكر الحديث. لا تذكر يعني الأول تذكر لا تستدل بشيء وهمي. نعم السلام عليكم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم لو سمحت في استفسار بس. نعم استفسار سؤال بس. تفضل. لو انا مقيم في دوله زي السعوديه ومعايا مبلغ من المال وواجب الزكاه حال عليه الحول ايوه الاصح اخراج الزكاه في البلد اللي انا مقيم فيها ولا اخرجها في بلد زي مصر نظرا يعني لحاله الناس الامر فيه سعه. تمام السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وعليكم تفضل. بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل حضرتك بس 4 أسئلة؟ ممكن. السؤال الأول حديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ كان في عماء؟ لا يصح ضعيف جدا. ضعيف تمام. صحة حديث الشتاء ربيع المؤمن؟ لا يصح. تمام. هل يجوز الأخذ بحديث ضعيف؟ ها؟ هل يجوز الأخذ بحديث ضعيف ولا لا؟ أن إيه مش فاهم؟ الأخذ بحديث ضعيف. بدعاء حديث ضعيف تدعو بحديث ضعيف؟ اذا كان معناه يصح يجوز دعاء للمعنى حتى الدعاء الامر فيه واسع. تمام اخر سؤال معلش. دلوقتي امي وجدتي وخالاتي الله يحفظهم بيقرأوا بعض امي وجدتي وخالاتي الله يحفظهم امك وجدتك وخالتك ما شأنهن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخوانا ازي حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك شيخنا اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. الله يديك الصحة. بس شيخنا بس في ثلاث اسئلة بس بالله عليك. ثلاث اسئلة. السؤال الأول أنا مثلا زرعت زرعة تمام؟ نعم. زرعت سمك مثلا تمام؟ زرعت سمك وبعد جابت مثلا 500,000 جنيه تمام؟
وانا علي مليون جنيه، انا علي زكاة مال؟ لا. تمام. السؤال الثاني، سواق ركب عربية، تمام، تدخل زرعة سمك، بس انتبه لان الناس لا يعرفون زرعة السمك، يظنوا زراعة عادية. تفضل. لما زراعة عادية، زراعة مثلا رز قمح، تحق وهي محصاد عليك زكاة فيها، لكن تقول مزرعة سمك شأنها آخر. تفضل. تمام. ده بالنسبة لو زرع البطيخ، البطيخ منازع في زكاته، لأنه هل هو من الخضروات وليس على الخضروات زكاة، أم أنه يجوز لقول الله، يجب لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تمام يا شيخنا. ده بالنسبه دلوقتي السؤال الثاني، في سواق راكب عربيه، تمام، وفي بنت صغيره على العربيه، تمام، فالبنت وقعت من العربيه، فابوها قال للسواق اوقف اوقف اوقف، تمام، فالسواق وقف وقام فعل قدام، تمام، ما وقفش، فلما طلع خبط البنت ماتت. تمام تمام. هنا قضيه تنظر عن قرب، و لازم تسمع عن قرب قضية فيها قتل وديات، لازم تسمع عن قرب يا أخي. بارك الله فيك يا أخت أمل بنت بدير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا لو سمحت، كان عندي كتب علم كلام وكده، فكنت عايز يعني في نفسي يعني مش حابب ابيع، يعني مش عايز مش عايزها في البيت يعني، وفي نفس الوقت مش عايز ابيعها عشان يعني مش عايز يعني تاذي حد او حاجه زي كده، ولكن هي الفلوس ممكن تطلع منها مثلا كذا الف مثلا الواحد يستلم فيه حاجه. لا يا شيخ، يعني اذا كنت تراها كتب فيها فساد وتضر الخلق، احرقها وربنا يعوضك خير. يعني احرقها مثلا او كده؟ اذا كنت ترى تحمل ضررا على المسلمين. يا ضرر يقينا. ها؟ ضرر يقيني. خلاص احرقها. وكسر آلات الفساد له أدلة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم أسماء، حفظك الله يا حمودة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، الخط كان قطع بس في النص. كنت بسألك عن أمي وجدتي وخالتي، بيوقعوا بعض في الحنات، تمام، فهل الحلفانات ديت يجب ان تكفر ولا لا؟ يعني امك تقول لخالتك والله لازم تقعدي مع تعشي معنا يا سماس، لا والله ما نمتعشي يا مساعد كذا يعني. ايوه. لا ده ما فيش تعقيد يمين هنا، دخله في قول الرجل لا والله وبلا والله. تمام ماشي. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا، بارك الله فيك واحبك الله احمد العصفور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة شيخ، بس أستأذن. تفضل تفضل. السؤال الأول، شركة تقوم على عمل الجمعيات في مقابل مادي. عمل الجمعيات اللي يأخذ الدور الأول يدفع مبلغ كذا، والدور الثاني أقل، والثالث كذا. لا يجوز. يقول عليها رسول. لا يجوز. لا يجوز. الله يسلمك. مرحبا شيخ محمود العزبي، سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. وإياكم، تفضل. يا شيخنا، لو مثلا واحد قال لزوجتي تتحرم علي ما انت خارجة من البوابة. كفارة يمين. تمام. انت تكون طالق لو طلعت برا البيت. للتهديد كفارة يمين. تمام. السلام عليكم. حفظك الله يا من محمد قدوتك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أنا شيخ عامل وسيط عقاري. وأوصلت بائع بمشتري وتمت العملية يعني خلاص. نعم. أنا أعمل وسيط عقاري. وسيط عقاري. تعمل وسيط عقاري. سمسار يعني. أوصلت بائع بمشتري والعملية تمت خلاص. طيب. ها.
المسألة ان المشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الفاضل، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، أنا أعاني من مرض الصداع بقاله حوالي 3 سنين. الله يجعله رفعة في درجاتك ويتمم عليك العافية والشفاء. وفي عندي صعوبة في حفظ القرآن ومش قادر. لم أجد. الله يسهل عليك الحفظ، اسأل الله وادعوه فقد وعد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ لا تيأس أبدا. وأنصحك بأن تعرض نفسك على الأطباء، ولا بأس أن تحتجم، ففي الحجامة نفع بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي 3: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وأنه مت عن الكي. مرحبا يا شيخ أيمن دياب، وفقك الله يا رب. أنا كلها يا أمل بنت بدير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عدوي. الحمد لله طيب. الله يبارك فيك، الله يعزك. وإياك. كيف الله يا شيخ؟ جزاك الله خير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ، الدعاء بقول يا رب هل ورد في السنة؟ ربي ربي لا تذرني فردا، فمعناه يا ربي. يا رب. جزاك الله خير. شكرا يا شيخ. الله يكرمك، مرحبا. الله يسلمك. هذه نعمة من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال لو تكرمت يا شيخ. تفضل. الحمد لله. هل يجوز الصلاة خلف إمام صوفي ممن ينشئون مجالس وحضرات للذكر وهو من حالقي اللحى ومربي الشوارب الطويلة ولا يصلي في المسجد إلا يومي الأحد والخميس وهي أيام الحضرة، علما لسيادتكم انه اقرب مسجد لنا، فهل الصلاه خلفه جائز؟ هل يدعو غير الله او لا يدعو غير الله؟ هو يشد الرحال يا سيدنا للقبور. لا يعني هل تسمعونه يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا دسوقي كده، ولا مقتصر على البدعه؟ اذا كان تقيد، اذا كان الامام مبتدعا جازت الصلاة خلفه مع الكراهة، وغيره أولى منه ولا تترك الجماعة. قيل لعثمان: إنك محصور كما ترى ويؤم الناس إمام فتنة. قال: الصلاة من خير أعمال الناس. أما إذا كانت بدعته مكفرة يدعو غير الله من الأموات، كيف نعرف يا سيدنا ليه؟ أنت تسأل عنه. السلام عليكم. فلا تصلي خلفه إذا كان كافرا. الإجابة عامة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ هو إيه حكم المصلية اللي عليها زخرفة وأشكال كتير؟ المصلية التي عليها زخارف تكره الصلاة عليها. لماذا تكره الصلاة عليها؟ لأنها تشغل المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فلما انقضت الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكان النبي يصلي وأمامه قرام فيه تصاوير، فقال بعد أن انقضت الصلاة: يا عائشة أميطي عني قرامك، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. وقال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فالسجاجيد التي عليها ألوان وزخارف تشغل المصلين، فينبغي أن نصلي على مكان لا يشغلنا وفي جو هادئ لا يشغلنا ضجيج الأطفال ولا ضجيج النساء ولا مكان هادئ وجو هادئ. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا خديجة كافو. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. انا كنت ماشي في طريق سفر والسواق ما رضيش يوقف يعني نحن صليت فصليت جالس. صلاة ماذا؟ صلاة وماذا؟ كانت صلاة المغرب والعشاء والعصر. لا يعني انتم متى كنتم تسيرون؟ العصر ممكن اما ان تنزل تصليها ان استطعت، عجزت تصليها في مكانك ولا تترك العصر حتى تغرب الشمس. اما اذا كانت صلاة المغرب ممكن تؤخرها للعشاء وتصليها جمع تأخير. لا كانت صلاة العصر. انتبه انا اجبتك على العصر خاصة. طيب والعشاء والمغرب ممكن تجمع جمع تأخير لانك مسافر. يعني اعيدهم ثاني دول ولا؟ ما انت تركتهم ولا ايه ما صنعت؟ لا انا صليتهم جالس على الكرسي هو مرضي. خلاص لا تعيدها خلاص انتهى وقتها لا تعاد. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا حاتم ابن حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عندي سؤال لو سمحت. سل. هو ايه حكم استعمال فودافون كاش؟ ان عايز راح مثلا لواحد يوصل له 200 جنيه بس انا ما عنديش محفظه على فودافون كاش، هدفع الراجل اللي هو بتاع فوري ده ادفع له مثلا 215 بحيث يوصل للراجل 200 جنيه. هذه اجره التحويل لا باس بها. تمام يجوز يعني. ماشي الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. اسالي. هو نزول البحر بالليل بعد صلاه العشاء في حرام للنساء ولا لا؟ لا في رجال سيرونك. عليكم السلام. ايه يعني في رجال يرونك او بعيد عن الرجال؟ لا بعيد بس لا. هو الاعتراض اللي هو مثلا بيقول لي حرام تنزل البحر بالليل. لا لا كلام غلط، كلام غلط، ليس عليه مستند. ايوه يعني انزل البحر عادي بعد صلاه العشاء بالليل اذا كنت جريئه وقويه، لان في ناس بتخاف يعني. لا باس لا باس. انا مش عشان بس ما انزلش بالنهار وابقى فتنه يعني، بالليل الدنيا بتبقى ضلمه الحمد لله ما بقاش في حد، بتبقى البحور فاضت. اعانك الله. لا محترما بتحافظ على نفسها كي لا يراها احد، بس احذر القرش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا سيدنا. سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. في شان سيدنا عيسى الله عز وجل في القران اني متوفيك ورافعك الي. لا لا لا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله الي. ايوه الله عز وجل رفعه حيا ولا ميتا؟ ما هي انا بجاوبك في الاول، انت اني متوفيك منيمك ورافعك الي، فالوفاه هنا بمعنى النوم. تمام. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. النوم يا سيدي. الله يسلمك، والا فسينزل المسيح عيسى آخر الزمان كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة، أي علم على اقتراب الساعة، فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وأيضا قال الرسول عليه السلام لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا يقتل الخنزير يضع الجزية يكسر الصليب يفيض المال حتى لا يقبله أحد. الله يرزق بنتك وبناتنا وبنات المسلمين بالزوج الصالح يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حكم التجارة في الدخان حرام يا رجل؟ حرام عليك، تأذي المسلمين، تضر صحتهم وتضر أبدانهم من أجل دراهم معدودة. ما انا بقول له كده والله مش راضي. لا مش راضي، الله يهدي بس. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سيدنا حضرتك؟ الحمد لله. اشهد الله ان احبك في الله. احبك الله اللي دعوتك. استحلفتك بالله يا سيدنا، استحلفتك بالله تدعي لي. الله يوفقنا وياك ويعطينا وقضاء الدين. يسلمنا من الخير ويسد عنا وعنك يا رب.
سؤالي يا سيدنا بعد بس حضرتك، هو يجوز ان انا يعني اتقرب الى الله بدعاء الصالحين كل ما اشوف حد صالح اقول له ادعي لي؟ يجوز. استغفر لي يا اويس، قال عمر لويس استغفر لي يا اويس. قالت ام الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا، ادعو الله لنا بخير، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم لاخيه بظاهر الغيب مستجاب عند راسه ملك موكل يقول امين ولك بمثل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رحت يا شيخ. ها. أبي الله يرحمه توفى وأنا كنت لسه صغير، يعني كنت عندي 7 سنين. أبوك مات وعندك 7 سنوات. آه. هو كان شغال مدرس. ها. والمدرسة عملت له مكافأة فحطها في البنك. فإذا اللي بيبلغ السن 21 سنة بيروح يستلم الفلوس. ها؟ اللي بيبلغ السن بيروح يستلم فلوس بس عليها ربا من البنك، البنك زودها. خذ الفلوس والربا اخرجه برا. لأي فقراء لا تربطك بهم قرابة. نعم؟ خذ الفلوس والزايد من الربا اخرجه لفقراء لا تربطك بهم قرابة. ما هو المشكلة أنا ما أعرفش أصلا الأصل كان. بالتقريب يا حبيبي، بالتقريب. جزاكم الله خير يا دكتور عمرو بن عبد الهادي، وانت يا اختي دكتوره ليلى. السلام الدكتور رشا، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ معلش انا اللي كنت بكلم حضرتك من شويه بخصوص موضوع البرامج، يعني انا كنت بس حابب اضيف 3 نقط لو حضرتك ممكن بس يا ريت تسمعي، يعني تسمع النقط دي. اصل في احيانا نشوف اسمعني، في احيانا نجيب اجابه مجمله لامور انا اعلمها ولعلك تعلم بعضها، فالتفصيل فيها قد يعني قد لا يسعدك على الاجمال. انا يعني بالعكس انا احيانا كان الصح يعني والله ما قصدت يعني لا عفوا، احيانا لا اجرؤ ان اقول على شيء انه حرام، هل لا اجرؤ كده لوجود الوجهين فيه، ولا ان مثلا هل الدولة المنتجة محاربة أو ليست محاربة، هل يعني تعليلات كثيرة، فبنجمل القول أحيانا. فأنت ترى يعني ممكن أقول لحضرتك 3 نقط دول حضرتك تنصحني يعني من باب النصيحة. اتفضل. يعني هو للأسف يعني الموضوع ده في المجال للأسف موضوع البرامج ده من هو معروف في كل حاجة، معروف في طبية هندسية كل شيء. طيب وفي النقطة الثانية ان انا مش صاحب شغل مثلا وهيبقى موظف عندي، انا يعني معايا شغل هديله جزء يخلصه وحاسبه عليه، يعني هديله اجر مقابل ان انا سلم الشغل الجزء اللي هديهوله. انت ذكرت ان امر هذا الشخص ليس بواضح عندك، لكن في الجملة انه مصمم ماهر. اما بالظبط كده. ما علمت عنه انه حرامي، ما علمت عنه كذا، لكن تقول قد يستعين ببرامج أجنبية ليست ملكا له وقد لا يستعين. مظبوط. لا تسأل، لا تستطيع. علم ان ده شيء في يعني في السوق معروف انه محمد بالبلوى. ماشي خلاص، محمد بالبلوى عليك وعليه. تمام، يعني انا بتكلم عشان انا هتعامل معاه انا شخصيا. الحمد لله بس يصلي على رسول الله. اتعامل مع حد معرفه. اغفر لك ربي. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق. حسن اللمبة بس. والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.